بكم أعزائنا المشاهدين عبر فضائية نورسات وتلفزيون تيلي لومير، والبداية مع العناوين. جلالة الملكة رانيا العبدالله تهنئ بعيد الميلاد المجيد. البابا فرانسيس يشكر ملك البحرين على افتتاح كاتدرائية في المنامة. غبطة البطريرك بيتسبالا يتقبل التهاني بالأعياد المجيدة. الكنائس الأردنية تواصل احتفالاتها قبل عيد الميلاد. وفيها أيضاً الحبل بلا دنس، عنوان حلقة جديدة من برنامج صباحكم نور. أهلاً بكم. في إطار تعليمه المسيحي الأسبوعي، رحب قداسة البابا فرانسيس في مقابلته العامة بالمؤمنين القادمين من كل أرجاء العالم والناطقين باللغة العربية. وتحدث في مقابلته التي ألقاها من قاعة بولس السادس بالفاتيكان فقال: أيها الأب الأقدس، يسر المؤمنون الناطقون باللغة العربية التعبير لكم عن مشاعر الاحترام والتقدير المفعم بامتنانهم البنوي. إنهم يؤكدون صلاتهم لقداستكم ولشخصكم ولخدمتكم كخليفة القديس بطرس. في نهاية هذه المقابلة سنرتل معا صلاة الأبانا باللغة اللاتينية، ثم سيمنح قداسة البابا البركة الرسولية لكم ولجميع أحبائكم أيضا، وخاصة للأطفال وللمتزوجين حديثا وللمرضى وللمتألمين، وسيبارك كذلك المسابح والأشياء الخاصة بالتقويات التي جئتم بها لهذا الغرض. إليكم ملخص التعليم المسيحي لقداسة البابا فرانسيس. تكلم قداسة البابا اليوم على القديس يوسف رجل الصمت وقال: لم تورد لنا الأناجيل أي كلمة قيلت على لسان يوسف الناصري، وهذا لا يعني أنه كان قليل الكلام، لا، بل كان السبب أعمق من ذلك. أكد يوسف بصمته ما قاله القديس أغسطينوس، وهو: بقدر ما ينمو فينا الكلمة المتجسد تقل فينا الكلمات. وهكذا دعانا يوسف بصمته إلى أن نترك مكانا لحضور الكلمة المتجسد، أي يسوع المسيح. وأضاف قداسته: صمت يوسف ليس سكوتا عن الكلام، بل إنه صمت مليء بالإصغاء، وصمت فاعل، وصمت يبين حياته الداخلية العميقة. وفي هذه الأجواء نشأ يسوع متعلما من مريم ويوسف، وهو نفسه بحث عن أماكن صمت في أيامه. ودعا الأب الأقدس أن نتعلم من القديس يوسف بأن ننمي فينا أماكن الصمت التي فيها يمكن أن تظهر كلمة أخرى، وهي كلمة الروح القدس الذي يسكن فينا. لكن كثيرا ما نخلط بينه وبين آلاف الأصوات الأخرى من الهموم والتجارب والرغبات والآمال التي في داخلنا، فنحن بحاجة إلى لحظات صمت حتى يبقى كلامنا سليماً ولا يصير مرضاً وسبب إساءة. لنتعلم من يوسف أن ننمي الصمت فينا، فنسمع الروح القدس فينا ونسمح له بأن يجددنا ويعزينا ويصححنا. هنأت جلالة الملكة رانيا العبدالله بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وقالت جلالته عبر فيسبوك: كل عام وقلوبكم مغمورة بالنور والمحبة والسلام. اقتربت ليلة الميلاد التي يصدح فيها صوت الفرح في أرجاء الوطن، وفي هذه الأيام تفتح القلوب قبل أن تفتح الهدايا. وكما تلتف العائلات المسيحية حول أشجار عيد الميلاد المجيد، تلتف العائلة الأردنية الواحدة حول شجرة التعايش والاحترام والإخاء. ففي الأردن التنوع نعمة أدامها الله علينا وأدام المحبة والإخاء بيننا. أكد غبطة البطريرك بير باتيسيا باتسبالا بطريرك القدس للاتين أهمية الوجود المسيحي في الأرض المقدسة، لا سيما في مدينة القدس. وأشار غبطته خلال تبادله التهاني بعيد الميلاد المجيد مع موظفي البطريركية واتحاد منظمات الإغاثة الكاثوليكية واتحاد رئيسات الراهبات، إلى أن الكنيسة في الأرض المقدسة هي المشغل الثالث للمسيحيين في البلاد بعد السلطة الفلسطينية والأمم المتحدة. من جانبه ثمن السيد طوني خشرم رئيس اتحاد منظمات الإغاثة جهود البطريرك المستمرة في دعم التنسيق بين كافة منظمات الإغاثة
في سبيل مساعدة المؤمنين على البقاء في الأراضي المقدسة. على الصعيد ذاته التقى البطريرك بتسبالا رئيسات الراهبات في القدس وفلسطين، وتحدث معهن عن موضوع نعمة الله التي نعيشها في الأوقات الصعبة. تلقى جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة رسالة خطية من قداسة البابا فرانسيس، تضمنت شكر وتقدير قداسته لمملكة البحرين على افتتاح كاتدرائية سيدة الجزيرة العربية في العاصمة المنامة. كما أشاد قداسته في رسالته باهتمام الملك حمد بتعزيز العلاقات بين مختلف الأديان والثقافات. جاء ذلك خلال استقبال جلالته لعميد مجمع تبشير الشعوب في الفاتيكان الكاردينال لويس أنطونيو والوفد الفاتيكاني المرافق. وفي ذات السياق وخلال استقباله للكاردينال لويس، قال الأمير سلمان بن حمد ولي العهد البحريني: إن مملكة البحرين تعد نموذجاً في نشر قيم المحبة والتسامح والانفتاح الحضاري، كما أنها حريصة على تعزيز المبادرات الساعية لتعزيز ثقافة التعددية والحوار، إيماناً منها بأهمية التقارب بين الشعوب والثقافات وتكريس السلام. ويشار أن المسيحية في البحرين تشكل ثاني أكثر الديانات انتشاراً بين السكان بعد الإسلام، ولدى المسيحيين فيها ما يزيد على 20 كنيسة تتوزع بين الكاثوليك والبروتستانت والأرثوذكس، ويمارس جميعهم شعائرهم الدينية بحرية كاملة. لا زالت الكنائس الرسولية في المملكة تواصل احتفالاتها لاستقبال عيد الميلاد المجيد من خلال إقامة الأمسيات والبازارات الخيرية وسط أجواء ميلادية مباركة. ففي كنيسة يسوع الملك في المصدار وسط عمان، وبالتعاون مع مجموعة كشافة ومرشدات مطرانية اللاتين، رعى سعادة النائب عمر النبر حفل افتتاح البازار الميلادي لهذا العام بحضور كاهن الرعية الأب مروان حسان وأفراد المجموعة الكشفية والفرقة الموسيقية وجمع من أبناء الرعية. النائب عمر النبر حفل افتتاح البازار الميلادي الذي أقامته كنيسة القديس بولس الرسول أجبيها بالتعاون مع مجموعة كشافة ومرشدات دير اللاتين بحضور كاهن الرعية الأب سامر مدنات وحشد من رعايا الكنيسة وأهالي المنطقة. Thank you.
فرع الإرش مدريد خريستوفوروس حداد احتفال إضاءة شجرة عيد الميلاد الذي أقيم في ساحة كاتدرائية البشارة العبدلي بحضور عدد من الأباء الكهنة وجمع من أبناء الرعية. وقدمت بهذه المناسبة أمسية تراتيل ميلادية بثت الفرح والبهجة في قلوب الجميع. وفي كنيسة الراعي الصالح الإنجيلية اللوثرية بعمان افتتح القس عماد حداد راعي الكنيسة البازار الميلادي بحضور عدد من الأباء الكهنة وجمع من أبناء الرعية ومشاركة مجموعة كشافة ومرشدات مطرانية الروم الكاثوليك أم السماق. واشتمل البازار على مشغولات يدوية ومأكولات شعبية إضافة إلى مستلزمات العيد، كما تضمن تقديم فقرات غنائية وتراتيل ميلادية وفقرات خاصة بالأطفال. تم في كنيسة القديس جورجيوس في إربد صيامة الشماس ديونيسيوس حداد كاهناً جديداً على مذبح الرب. وبعد الاحتفال توجه سيادة المطران خريستوفوروس عطالله مطران الأردن للروم الأرثوذكس إلى الكاهن الجديد قائلاً: تمنح اليوم هذه الدرجة الكهنوتية لتقوم بخدمة الرعية التي أتمنت عليها. وبعد القداس الذي شارك به عدد من الأباء الكهنة والشمامسة وذوي الكاهن وأبناء الرعية، تقبل الأب ديونيسيوس التهاني من الحضور. المتساوي في الجو مستحق للرب. كما تم في كنيسة الصعود الإلهي في خلدة تسمية الأخ شادي حداد شماساً باسم رئيس الملائكة ميخائيل. وقدم المطران خريستوفوروس التهنئة للشماس حداد على هذه النعمة المعطاة له، داعياً إياه لبذل كل جهد ليمجد الله ويسعى لخدمة وخلاص النفوس. حضر الخدمة عدد من الآباء الكهنة وجمع من أبناء الرعية. يا ابني دائماً اتذكر هذا الحب والحضن اللي اليوم بنفتح لك من ربنا بكنيسته اللي هي جسده، واخدم فيها زي ما عرفناك وأكثر بمحبة بتفاني وإخلاص. على فكرة راقبتك بمراحل كثيرة لما كنت أروح لكثير من الكنائس، كنت أشوفك إنك أنت عينين رعد اللي ربنا سمح إنه ما يكون عنده
ولكن عنده أشياء اللي دائما بحكيها رعد كثير أكثر من نحن اللي منشوف أو منفكر إن نحن منشوف، ولكن كنت أشوفك لإله دائما معين، كنت أشوف محبتك، كنت أشوف صبرك، كنت أشوف تواضعك، وهي كلها أمور اللي لازم تنميها أكثر وأكثر من هاي اللحظة وصاعد، لأنه مرحلة الشموسية هي مرحلة مهمة في درجات الكهنوت، مع إنها الدرجة الأولى ولكنها مهمة لأنه فيها لازم نتدرب على الخدمة، يعني لازم نعود فكرنا وقلبنا كيف منا نكون خدام. تعرف شو يعني الخادم؟ يعني العبد، هاي معناتها الخادم. قديش مهم انه ندرب فكرنا وقلبنا ان نكون خدام. خدام لمين؟ للمسيح. خدام لمين؟ للكنيسة، لبيته اللي هي الكنيسة. خدام لمين؟ لشعبه اللي هو افتدى بدمه الكريم على الصليب. يا ابني ما تنسى انه كل نفس من نفوس ابناء الرعية قديش ثمينة وغالية عند المسيح، ثمنها دمه. احتفلت مدينة بيت لحم بإضاءة شجرة عيد الميلاد المجيد في ساحة كنيسة المهد بحضور رئيس الوزراء الفلسطيني وعدد من المطارنة والآباء الكهنة ولفيف من الشخصيات الدينية والرسمية وحشود غفيرة من المحتفلين وأبناء الرعاية. المزيد في رسالة مندوبتنا في الأراضي المقدسة مرلين الحدوي. رسالة الميلاد التي تجلت في سماء بيت لحم، وقفت المدينة وكنيستها وأهلها صامدين شامخين يواجهون الجائحة بصلابة ويذكرون العالم بالبشرى التي أعلانها الملائكة وبنجمة بيت لحم التي قادت المجوس إلى مغارتها حيث كان الطفل يسوع. من هنا ومن هذا المكان المقدس سينبثق ميلاد ملك المجد، من مهد رسول المحبة والسلام يستعد العالم باستقبال طفل يسوع. ومن بيت لحم مدينة الميلاد رسالة لجميع العالم بأن يسوع له المجد آت. فاحتفلت مدينة بيت لحم بإضاءة شجرة عيد الميلاد المجيد، وذلك في ساحة كنيسة المهد بحضور رئيس الوزراء الدكتور محمد شتية ممثلاً عن رئيس محمود عباس، وبحضور المطارنة وحشد كبير من الكهنة من مختلف الرعاية والوزراء ورؤساء البلديات والمحافظ وممثلي المؤسسات وعدد من المسؤولين في المحافظة والمحافظات الأخرى. حتما سيرى شعبنا الفرح وسيرى شعبنا النور إن شاء الله. كل عام أنتم بخير جميعا، نتمنى السعادة، وهذه رسالة سلام ومحبة ليس فقط للشعب الفلسطيني ولكن للبشرية جمعاء. نريد لأرض السلام أن تكون فعلا يعم فيها السلام، وأن نعمل جميعا وموحدين من أجل أن يتب السلام، من أجل إحقاق الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني لينعم بدولة مستقلة وعاصمتها القدس وحق العودة للاجئين، ونرى هذا الظلم وهذا الألم الذي ألحق بشعبنا ينتهي once and for all مرة وبلا رجعة. أولا يعني كل عام والجميع بخير، أهل فلسطين بخير، وخاصة بعد هذه الجائحة اللي نحن كلنا العالم وفلسطين وبيت لحم مدينة الميلاد والسلام بتمر فيها ولا زالت، ولكن إن شاء الله بمراحلها النهائية. نحن متأملين بهذه الاحتفالات التي تتم تحت رعاية السيد الرئيس وأهل بيت لحم وجماهيرها والضيوف الكرام اللي قادمين من سفراء ومن وزراء ومن جماهير شعبية من الداخل، حتى من الناصرة وحيفة ولد وغيرها، يساعدوا في يعني إيجاد جو إيجابي وممتاز في هذه الظروف، على أن تعود البهجة والفرح
رغم الجائحة ورغم الاحتلال الإسرائيلي الغاشم وبقائه على 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 صدورنا إلى 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 وجوه أطفالنا، ويرجع الاقتصاد من جديد بوضع أحسن، وإن شاء الله أعياد كريمة وكل عام وأنتم بخير. يعني اليوم عيد إضاءة الشجرة في بيت لحم، هو عيد لكل بيت لحم، يوم مميز زي ما أنتم شايفين. آلاف من الـ للأسف المحليين، كان دايما السياحة بتكون موجودة دايما، الحجاج والزوار والسياح، ولكن اليوم كله المحليين الموجودين هون. نتمنى أن يكون العام القادم أحسن، وتنتهي هذه الجائحة، جائحة كورونا، وترجع الحياة لطبيعتها، ويرجع العالم ويرجع الزوار ويرجع الحجاج يزوروا مدينة بيت لحم، لأن بعتقد أكبر مدينة اتضررت في العالم هي مدينة بيت لحم، لأنها معتمدة كليا على السياح. كما وعجت ساحة المهد بالآلاف من الحجاج المحتفلين المحليين الذين شاركوا بالاحتفال بإضاءة الشجرة. تخلل الاحتفال كلمات ترحيبية وكلمة دكتور رئيس الوزراء ورئيس البلدية وفقرات متنوعة وأوبريت قصة الميلاد وتراتيل ميلادية وعروض أخرى متنوعة نالت إعجاب الحضور. وبعد مباركة الشجرة من قبل الكهنة أضيئت الشجرة الميلادية وأطلقت الألعاب النارية في سماء مهد المسيح وسط فرحة بالاستعداد لاستقبال الطفل يسوع. الفعل شعور كتير حلو، كتير رائع أننا نتواجد هون اليوم في إضاءة الشجرة، المحل المليان بالعالم العربي المزبوط، الأجانب اللي جايين يحتفلوا معنا، خاصة بعد انقطاع سنتين بالكورونا بسبب الظروف اللي حكمتنا فيها. نتأمل أنه سنت خير، سنت سلام، الأمان يعم على الشعب العربي كله بكل المحلات وبالعالم أجمع يا ربي. الناصري وبيت لحم كلياتنا نكون مع بعض ونرجع لبعض. نتأمل كل الخير للجميع، كل عام وأنتم بألف خير. أتقدم بتهاني إلى جميع المسيحيين في جميع الدول العربية، وخصوصا في بلدنا الحبيب لبنان وفي أرض فلسطين وجميع الأراضي المقدسة. للجميع كل عام وانتم بألف خير في كل الدول العربية ولكل المحتفلين بأعياد الميلاد المجيدة. احنا اليوم عمالنا منضيء شجرة الميلاد في مدينة بيت لحم، مدينة مهد المسيح، ونتمنى انه إضاءة الشجرة هاي تعطي أمل لكل العالم وأمل لكل دولنا العربية والمحتفلين فيها بأعياد ميلاد بعيدة عن الوباء. احنا بنتمنى انه نحتفل في عيد الميلاد وقد انتهى هذا الوباء من كل دول العالم، وأيضا نتمنى كفلسطينيين أنه ينتهي الوباء وينتهي الاحتلال في أقرب فرصة ممكنة. للنورسات مارلين الحدوة من ساحة كنيسة المهد بيت لحم. كما أضاءت بلدية رام الله شجرة عيد الميلاد المجيد في حفل أقيم بميدان راشد الحدادين مقابل دار البلدية إذاناً ببدء الاحتفالات بالأعياد المجيدة. حضر إضاءة الشجرة رئيس الوزراء الفلسطيني ومحافظ رام الله والبيرة ورئيس البلدية وعدد من الشخصيات الدينية والرسمية والدبلوماسية. رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي مع بطريرك كنيسة المشرق الآشورية في العراق والعالم مار آوى الثالث مسألة الحفاظ على أملاك المسيحيين العراقيين،
جاء ذلك خلال استقبال القاظم لغبطته بمناسبة تنصيبه رئيسا لذات الكنيسة. وقد عبر القاظم عن اعتزاز العراقي بكافة المسيحيين الذين يمتد وجودهم في أرض الرافدين إلى عمق التاريخ، وأشار إلى أن الأجهزة الحكومية ماضية في بذل كل الجهود من أجل حفظ أملاك المسيحيين العراقيين وحقوقهم القانونية، سواء تواجدوا في بلدهم العراق أم في المهجر. من جانبه عبر غبطة البطريرك مار الثالث عن شكره للحكومة العراقية وجهودها المبذولة من أجل تعزيز السلام والطمأنينة والتعايش السلمي تحت مظلة المحبة والتآخي. استضاف برنامج عين على المشرق الذي يقدمه الأب نبيل الحداد على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وعلى فضائية نورسات معالي ريم أبو حسان عضو اللجنة الملكية في تحديث المنظومة السياسية ورئيسة لجنة حساب الخيري في صندوق همة وطن وعضو لجنة تمكين المرأة، وذلك في حلقة جديدة بعنوان الخير موجودا في مجتمعنا، حيث تركز الحوار حول تجربة السيدة أبو حسان في العمل الخيري والاجتماعي والأسري. المزيد في هذا الحوار. أين ترين تجربتنا الأردنية وحضرتك أنت يعني تمارسي العمل الوطني على امتداد الوطن وفي العديد من المواقع، كيف ترين فعل الخير خلال الفترة التي اختبرتنا وهي فترة الجائحة؟ أبونا، يعني أنا دائما من الناس المؤمنين إنه نحن في بلد الخير وأهلنا أهلنا طيبين، بدليل أنه فتحنا قلوبنا قبل بيوتنا لما كان في أي ملهوف وأي محتاج يحتاج أن يأتي إلى بلدنا. الإخوة السوريين الموجودين عندنا هم يعني إخواننا، لأنه الأردن اعتاد أن يكون موجود واحد أمان لكل من يطلب الحماية تحت القيادة الهاشمية. فبالتالي إحنا متعودين على إنه الشخص يقوم بمساعدة غيره. الإنسان هو خليفة الله على الأرض، ودورنا عمارة هذه الأرض. عمارة هذه الأرض تكون بإنه نساعد من هو بحاجة لمساعدة، نفرج كربة من ضاقت عليه الدنيا. هذا بطبيعتنا، هذا الدي ان اي موجود عندنا في شعبنا، في اهلنا، في ناسنا. وبالتالي انه نحن نمارس فعل الخير حتى ونحن نتعامل في اجواء الحي او مع جيراننا او مع اقاربنا او حتى على مستوى الدوله. الخير موجود، المهم كيف يتم مأسسة واستمراريه هذا فعل الخير هذا. فبالتالي إحنا في حساب الخير وجدنا إنه هناك قابلية للناس أن تساعد. إحنا في كان يجينا أطفال يعطونا حصالتهم، يطلبوا من موظفين وزارة التنمية اللي كانوا يشتغلوا مع حساب الخير إنهم ياخذوا ناخذ الحصالة مشان يتبرعوا فيها للناس اللي تضرروا من الجائحة. فلما يكون الشخص الطفل الصغير اللي عنده حصالة في البيت وعم بيقدمها تبرع لأن هناك من يحتاج لهذه المساعدة، عندئذ منكرر ومنقول بالفعل الخير موجود فينا. قدم برنامج صباحكم نور الذي تعده وتقدمه الدكتورة باسمة السمعان بمرافقة روحية مع الأب جورج شرايحة، حلقة جديدة ومميزة بعنوان الحبل بلا دنس. وقد أجرى البرنامج اتصالا هاتفيا مع الأب فرح حجازين كاهن رعية اللاتين في رميمين، وكذلك مع الدكتور جلال فاخوري، كما شاركت في الحلقة مندوبة نورسات في بيت لحم الزميلة مرلين الحدوي. فإلى هناك. كل عام وأنتم بخير أكيد أبونا، وأكيد دكتورة باسمة يسعد صباحكم، صباحكم نور يعني أكيد موجود في كل بيت، والحلو فيه إنكم دائما بتعطوا الأمل للناس من صباحكم نور. حبيبتي شكرا كثير لكم، وأنتي مثل ما خبرتيني أنه البرنامج كثير متابع في الأراضي المقدسة، متابع علينا مشاهدة جدا رائع بعفويته، نعم جماله بعفويته جدا رائع،
ومزيد من التقدم والنجاح اكيد ان شاء الله. يعني الله يعطيكم العافيه كمان على اللي بتقوموا فيه هلا انتوا عندكم عافية. كمان ضغط في موسم الميلاد وخاصه انت من بيت لحم يعني من مدينه الميلاد مدينه بيت لحم ميلاد يسوع المسيح. شكرا على نقلكم المباشر لاحتفال اضاءه الشجره كان جدا رائع. ولكن كيف الاجواء الميلاديه خبرينا يا بي يعني بصراحه احنا مثل ما خبرتينا انه هي تختلف عن كل عام خاصة بوجود جائحة كورونا. المزبوط يعني هذيك السنة ما كان في هالاحتفالات ما في هالكم كان في كتير حد من الحضور لإضاءة الشجرة. ومثل ما بتعرفوا إنه بيت لحم هي موقع ميلاد السيد المسيح له المجد فكل أنظار العالم متوجهة لمغارة الميلاد. إضاءة الشجرة كان رائع جدا السنة في تنسيق في تعب كتير متعوب عليه كتير برغم من جائحة كورونا لكن السواح السائحين اللي كانوا كلياتهم حاجزين إنهم يجوا لمنطقة بيت لحم للأسف ما أجوا يعني بسبب الظروف التطورات الجديدة. نعم عندكم حالات كورونا كثيرة اكيد في حالات كورونا لكن التطعيم حد موضوع التطعيم حد نعم. اكيد يعني في ناس ماخذين الجرعتين وهلا بيستنوا في الجرعه الثالثه التطعيم حد من انتشاره يعني فانا بنصح من عبر الكل ياخذ اكيد يعني حتى التنقل يعني انا لما اجيت من بيت لحم لهون يعني في اجراءات كثيره مشدده لكن هو للصالح العام لمصلحتي نعم. لمصلحتكم للصالح العام نعم. بيت لحم مثل ما بتعرفوا انه هي مركز الميلاد نجمة الميلاد مولد يسوع الطفل من بيت لحم في رسالة للعالم كلها رسالة محبة رسالة سلام رسالة تآخي يعني اللي كانوا في الساحة باب الدير أثناء إضاءة الشجرة مثل ما شفتوا كلنا مجتمعين إخوة إسلام ومسيحية كلنا إيد واحدة رائع جدا بالاحتفال الإضاءة كانت رائعة جدا الناس شعرت شوي انه في تفاؤل في تفاؤل نعم. شوي لكن احنا نتامل انه تستمر مثل ما نحن هلا عايشين في يعني ما يصير شيء اكثر نعم. من هيك انت قلتي لنا انه في اجراءات هلا جديده طلعت انه ممنوع الاحتفالات ممنوع الفنادق كمان هلا الفنادق الفنادق طبعا بعد ما انكتب على كل فندق انه نحن جاهزين لاستقبال الضيوف نعم. والسواح والسائحين لكن للاسف اخر فتره اخر اسبوع تم إلغاء كل الحجزات في الفنادق فنحن نعم. نتأمل إنه جائحة كورونا على الأقل يعني إنه تخف مش راح تروح طوالي راح نعم. تخف لكن لازم يكون عند الإنسان وعي أكثر الوضع كيف عند الناس الاقتصادي الوضع مرين. الاقتصادي وين ما كان سيء نعم. لكن الإنسان بده دائما يتفائل يعني صار عندنا بزارات نعم صار في عندنا سوق ميلاد نعم نقلنا السوق الميلادي ايضا على صفحتنا كثير حلوه في اقبال في انت في تقرير كان حلو لكن الاقبال مش زي كل سنه نعم. مش يعني الكورونا حدت شوي نعم. لكن الحمد لله بنحكي الحمد لله اللي نحن عايشين فيه الوضع اللي نحن عايشين فيه واكيد هلا في قداس منتصف الليل رح تنقلوا ان شاء الله اكيد يعني لكل العالم رح يكون نعم. رح تواكبوا لانه نحن بننظر بهاللحظه بلحظة يعني نعم أبونا صباحك نور مرة جديدة وكل عام أنت بخير في هذا الزمن المقدس زمن المجيء واللي أيضا كمان بيصادف 8 شهر عيد الحبل بلا دنس فحبينا إحنا نعمل حلقة خاصة عن هذا العيد ومميزاته ونحكي شوي للمشاهدين والمتابعين ما معنى الحبل بلا دنس ولماذا يعني وضعت هذه العقيدة في سنة 1854 يعني إيش حديثا يعني هذا العيد تم إقراره من الكنيسة فلك الميكروفون ولك المشاهدين بكل أذان صاغية تفضل أبونا شكرا ما في شك على أنه هذا العيد هو من بين الامتيازات اللي مريم العذراء قالت إن القديس صنع بعظائم هاي من بين العظائم اللي يسوع المسيح صنعها بأمه مريم العذراء ولماذا لا فهي تستحق كل هذا هذه الامتيازات لأنه هو اللي اختار أمه وبإمكانه أن يصون أن يجعلها مثل ما يريد فبنتحدث عن عيد الحبل بلا دنس ونقول جاء الملاك جبرائيل لسيدتنا مريم العذراء يوم البشارة وقال لها السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة وقال الكاتب المسيحي أوريجينوس معلقا على هذا السلام الفريد الذي لم يحظى به حتى الرسل لا أذكر أني قرأت هذه العبارة في أي مكان آخر من الكتب المقدسة إنها سلام يختصر
على مريم دون سواها. وقد استعملت هذه العبارة ممتلئة النعمة بمثابة اسم علم للعذراء، أنها الممتلئة النعمة وليس المنعم عليها كما يدعي بعض المسيحيين. يقول توما الأكويني: منحت العذراء الطباوية مريم من النعمة امتلاء كان لابد منه لتكون الخليقة الأقرب من صاحب النعمة ومبدعها، ولأنها كان عليها أن تتقبل في ذاتها الممتلئ من كل نعمة. وعليه فإن عبارة ممتلئ النعمة هي الأساس الثابت لإعلان هذا الامتياز المريمي الحبل بها بلا جنس الخطية الأصلية. وصفت سيد العذراء بنجمة الصبح. نعم. ونجمة الصبح معروف عنها دائما من النقاء والصفاء، ما هو يعني مثل، يعني يضرب مثل. نعم. وورد في الدعوات. نعم. بدي أقول شغلة. تفضل. لو لم تكن العذراء حبل بها بلا دنس لما اختارها الله أن تكون من بين النساء. نعم. لماذا اختارها السيد المسيح من بين النساء؟ هذا سؤال مطروح ويعني يحتاج إلى تفسير أولا. نعم. اثنين، صعودها إلى السماء بالجسد والروح يعني شرف ونقاء للسيد العذراء أن يختارها السيد المسيح إلى جانبه من بين كل البشر. ثلاثة، السيد العذراء تعرضت إلى مشاكل كثيرة جدا، منها التهديد بقتل السيد المسيح وهو طفل. فعندما أجا الملاك وأنه روحوا لمصر وهربوا مش عارف، هذا اختيار لم يكن اختيار بشري، اختيار إلهي. ولماذا اختارها الله؟ ليؤكد السبب الأول من أنه اختيارها كان مقصود لنقائها وصفائها. نعم. من البداية. نعم. وآخر شيء بدي أقوله في عملية الحبل بلا دنس، هناك نقطة مهمة جدا، قضية وصفت السيد المسيح بأنها سيدة الحياة في حين أن حواء الأولى هي سيدة الموت. نعم. ولذلك يقال أنه حواء الجديدة وحواء القديمة. حواء الجديدة اللي هي سيدة العذراء سيدة النجاة والحياة. إلى هنا مشاهدينا وصلنا إلى نهاية نشرتنا، وقبل الختام هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. جلالة الملكة رانيا العبدالله تهنئ بعيد الميلاد المجيد. غبطة البطريرك بتسبالا يتقبل التهاني بالأعياد المجيدة. الكنائس الأردنية تواصل احتفالاتها قبل عيد الميلاد. بيت لحم تحتفل بإضاءة شجرة الميلاد في ساحة كنيسة المهد. للمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا الإلكتروني www.nursadjo.org. حتى نلقاكم أعزائنا، طابت أوقاتكم وكل عام وأنتم بخير.